بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي البرتقالية ليبيا الرياضية، ألتقيكم أنا الحسين العبيدي معلقا واصفا على 90 دقيقة في لقاء من لقاءات المجموعة الأولى، ومثل ما قلت وأشرت الجولة الخامسة إيابا إلى التايب. مراوغة طيبة من التايب، العرضية خطيرة للصداقة، أول راسية ومرت سلامات، راسية أولى مرت سلامات على مرمى أحمد عياد. الفوني يتدرج ويمشي، الفوني من سيختار؟ الفوني يلعبها للأمام في العمق، تمشي لمامادو، مامادو نقلة إلى التايبي، وقت العرضية يا تايبي، تايبي يتأنى يلعب العرضية خطيرة للصداقة والإبعاد من الساطي إلى نسيم، يمشي ويعدي نسيم، شاشية ممكن، شاشية يعدي والصفرة وركلة جزاء، ركلة جزاء للصداقة، ركلة جزاء للكناري، ركلة جزاء للأصفر الجميل، ركلة جزاء وبينالتي لصاحب الأرض رغم اعتراض لاعبي الفهود على الكرة. المعتصم التايب، اطلق صفرتك يا حمزة معتوك، يمشي المعتصم يعدي التايب ويحطها في الشباك، المعتصم التايب يحط الكرة في الشباك. عزيزي المشاهد الكريم، متابع الرياضية قناة ليبيا البرتقالية، وهدف أول لهذا الفريق اللي قدم في مستويات طيبة عن طريق المتخصص صاحب العادة المعتادة في ركلات الجزاء المعتصم التايب. الفوني يمشي يتدرج، الفوني من سيختار؟ الفوني يتأنى يلعبها بطريقة مميزة جدا، التايبي خطيرة للكناري ومرت سلامات، لكن المستحيل ليس تحدويا، هذه كرة محسن وارتقاء وإبعاد من الشاشية. ألفا ألفا استلام دوران، يا عيني يا مامادو، العرضية خطيرة للكناري ومرت سلامات، المراوغة لا يسلمها لمامادو، ألفا نقلة رائعة، ناصر العروسي دوران، ناصر أسست بثاني رائع، هذه خطيرة للصداقة ويا عيني على الجرينتا الأخيرة، عبار مصدر الخطورة، العبار يا لعيب يا العبار، لكن الثانية المعتصم كان موجود، تعود صافرة وخطأ للتحدي. في تنفيذ الكرة العبار يقود هجمة، العبار عالثابتة اليسارية لهذا القصير المكير، راسية للتحدي، مكاري 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 مكاري، لا تغيب عني، لا تغيب لا تغيب، خليك قريب، مكاري يفعلها، مكاري يفعلها للتحدي، مكاري يفعلها للفهود، منقوص العدد وبعشر لاعبين وشخصية التحدي موجودة. علام يمشي، تدخل أخير توصل لمالك، البديلين مالك والسعدي، هذه تسديدة من ألفا مامادو وأحمد عياد، هل سيأتي هدف قاتل؟ التايب على الكرة، المعتصم يحاول، المعتصم يلعبها مباشرة، وأحمد عياد في مرة أولى وأحمد عياد في مرة ثانية، متميز جدا أحمد عياد في وصوله الأخير للكرة، رفعها الحكم الرابع العالمي، وهذه الكرة اللي أبعدها العياد، آخر الكرات يعطي تعليماته، أحمد يحاول جاهدا كسب الوقت والثواني واللحظات، التايبي إبعاد وارتقاء متميز جدا، بورغوا وصول رائع وكنترول، نقلة إلى ألفا، ألفا وصول لمانديلا، ألفا في وسط الزحمة يعدي ويمشي، ألفا يقود آخر الهجمات، ينقلها للسعدي، العلام استلام، العلام دوران، العلام يراوغ، ينقلها على اليمين للمعتصم التايب، خطيرة الكناري، عرضية من المعتصم التايب لكن إلى خارج أرضية الملعب، يطلق حمزة معتوك صافرته معلنا عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي، هدف لهدف.